والسلام، هو هذا الكلمة اللي عنوان لهذا المهرجان، مهرجان الربيع والسلام، أخذ في الاعتبار كل المناشط الرياضية والفنية والاجتماعية والتراثية، كل ما يخطر على بالك موجود في مهرجان الربيع الأول للسلام لجنزور. وطبعا أكثر من 400 شخص في اللجان المشكلة هم كخلية نحل إذانا بإذن الله بالانطلاق يوم بعد غد بإذن الله تعالى على تمام الثالثة مساء بإذن الله تعالى. يعني سينطلق احتفالية مهرجان الربيع والسلام في جنزور يوم 16 من فبراير على تمام الثالثة بعد الظهر. الثالثة بعد الظهر، ولكن هناك غدا بإذن الله بعد صلاة المغرب خروج الأهالي في سياراتهم الخاصة صحبة أبنائهم وعائلاتهم إذانا بالبدء الاحتفالات، طبعا في موكب من صلاة المغرب حتى قبل صلاة العشاء بربع ساعة. طبعا هيكون جولة في كل الشوارع بمدينة جنزور احتفالا بانطلاق النشاط بإذن الله تعالى. وحيكون فيه استعراض يوم المهرجان الصبح اللي هي بدخول السيارات اللي بتشارك، وطبعا بيقوموا بجولة قبل البداية الرسمية للمهرجان، ومن بعد ينطلق المهرجان على تمام الساعة الثالثة في كرنفال من الحجم الثقيل. طبعا مشاركة كل المشاركين في هذا المهرجان حيستعرض ان شاء الله في الشارع الرئيسي في جنزور طبعا، وكل الترتيبات وكل الخرائط موجودة عند لجان الإشراف، ونحاول أن ننفذ هذه الخرائط وهذه الخطة بكل دقة حتى نخرج بنتائج إيجابية. شكرا لك. وطبعا لو سمحت لي في مساحة أبرز المناشط، عندنا المناشط، عندنا معرض الزهور، معرض الطيور، معرض العائلة المنتجة المسمى بازار طبعا المفتوح، معرض التراث الشعبي، معرض رياض الأطفال، ومعرض الرسم، وطبعا مسابقة للقرآن الكريم على هامش المهرجان في يومين. سهرة